أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، تحية النعمة والمحبة في شخص ربنا يسوع المسيح. اليوم عندي سؤال، وهذا السؤال مأخوذ من سفر الرؤيا مكتوب في الإصحاح الثاني، بيتكلم مع كنيسة أفسس. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، أين ذهبت المحبة الأولى؟ كنيسة أفسس كانت واحدة من أقوى الكنائس في آسيا الصغرى، كمدينة كانت عاصمة الرومان في آسيا الصغرى، كانت تعتبر المدينة التجارية، تعتبر سوق آسيا، تعتبر بنك آسيا، وأيضا كانت مدينة أرطميس فيها العبادات الإلهة أرطميس وعبادات أخرى كثيرة. زارها بولس الرسول بالرحلة التبشيرية الثانية والثالثة كمان، وفي الرحلة الثالثة قضى وقت طويل، وكانت هناك أكبر نهضة، نهضة اللي غيرت أفسس وأصبحت من أقوى الكنائس. ولما بكتب لكنيسة أفسس في بتشوف علاقة محبة، علاقة دافئة بين بولس الرسول وبين كنيسة أفسس. لما كتب للكنيسة قال: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. بالحقيقة رسالة أفسس هي رسالة الملء. لكن عندما كتب الرسول يوحنا، البشير يوحنا، وهو في جزيرة بطمس، كتب للكنائس السبعة في آسيا الصغرى، وأول وأكبر كنيسة كانت كنيسة أفسس. هذه الكنيسة أو الكنائس هناك بشكل عام كانت كنائس مزدهرة، منتعشة، شغالة كويس على كل الأصعدة، واستطاعوا أن يدمروا الأعمال السحرية وكل التجارات اللي بتتعلق بالسحر، وجذبوا نفوس كثيرة إلى معرفة المسيح. وها بيتكلم عن المحبة، تختبروا محبة وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. صعب الواحد يدرك هذه المحبة في عقله. على أي حال أحبنا المسيح. ولكن عندما كتب لكنيسة الرؤيا قال: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. أصعب شيء لما الإنسان بيترك هذه المحبة، أين ذهبت؟ محبة الخطبة، المحبة الأولى، المحبة الملتهبة، المحبة المتأججة بنار الروح القدس الملتهبة، أو كما قال رسول بولس: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. هذه الكنيسة كان مشهود لها بعملها الشاق، بأعمالها الصالحة الجميلة وتأثيرها الحلو، وأنه فعلا كانت ما بتتساهل مع الخطية ولا بتتساهل مع البدع. ولكن التحذير هو تحذير رغم كل حلاوة هاي الكنيسة: عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. من كان يظن أنه ترك المحبة الأولى هي تعتبر من أكبر الجرائم، آسيا الصغرى اللي هي معظمها في تركيا اليوم، يعني عدد المسيحيين قليل جداً، وكل هذه المناطق المزدهرة في الكنائس، يعني احنا بنتكلم على عشرات الآلاف الكنائس التي هدمت وراحت خلاص. فكأنه البشير بذكرنا: تب وإلا آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. اليوم بتشوف هذه الكنائس عبارة عن أماكن سياحية، الحجارة تصرخ. شو كانت الجريمة؟ ترك المحبة الأولى، تشبه بمحبة الخطوبة،
المحبة اللي بيتكلم عنها تحب الرب إلهك من كل قلبك، واللي بيتكلم عنها الرسول بولس وأما المحبة فلتكن بلا رياء، واللي بيتكلم عنها رسول بطرس أحب بعضكم بعض بقلب طاهر وبشدة، واللي بيتكلم عنها الرسول يوحنا لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. شو الجريمة؟ شو المشكلة اللي صار مع هذه الكنيسة؟ فقدان المحبة. أخطر شيء أحبائي لما الإنسان بيفقد المحبة، هذه المحبة بتبتدي في البرودة، لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. عندما تبرد المحبة كما في العلاقة الزوجية، لما بتبرد المحبة، ودائما أنا بشوف لما بيكون في برودة في المحبة بتكون فيها مشاكل ودمار أسرية اللي بتوصل إلى الانفصال والطلاق أيضا. فإذا أهم شيء علمنا إياه يسوع المسيح هو المحبة. لاحظ أعزائي هذه المحبة اللي بيتكلم فيها لكنيسة أفسس عن المحبة الأولى تفيد النقاوة العقائدية وطبعا الأدبية، الحياة الأدبية، تتكلم عن الغيرة للحق، تتكلم عن حياة الانضباط، تتكلم عن حياة الإخلاص والأمانة. رغم أنه كان مشهود لأعمالها وتعبها الشاق وصبر احتمالها وأنه ما تساهلت مع الأشرار، لكن المأساة أحبائي لما بتبرد المحبة، أحب الرب من كل القلب. وهي المحبة بتستمر كما أنه الحطب والفحم محتاج أنك تشعل وتزيد الاشتعال، هكذا المحبة محتاج أنه تزيد اشتعالها عن طريق التقرب إلى الله، عن طريق العلاقة الشخصية، الصلاة والتواجد في محضر الله، عن طريق كلمة الله، الكتاب المقدس، عن طريق الشهادة، عن طريق الانضباط، الالتزام، انه التزم انه فعلا انا عاوز احب الرب من كل قلبي. واحدة من العلامات للمجيء الثاني كما يتكلم الرسول بولس الى تيموثاوس، 2 تيموثاوس اصحاح 4، وجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. اللي بحب الرب يسوع عم بينتظر مجيء الرب، واللي بينتظر مجيء الرب بيعيش بنقاوة، بيعيش بقداسة، بيشهد عن الرب، بيتكلم عن الرب، حياته تعكس مجد الرب. إن فقدان المحبة هي مشكلة خطيرة جدا في الكنائس. حتى الرسول يوحنا قال نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، من لا يحب أخاه يبقى في الموت. فتخيل معاي بتقول لي محبة خفيفة أو بردة المحبة، أي نعم، إن برودة المحبة وفتور المحبة وأنك تترك المحبة الأولى تفقدك أمور كثيرة، وهي المأساة والمعاناة اللي بتقود حياتنا إلى التراجع وإلى التقهقر وإلى الهزيمة وإلى الانكسار ثم الاندثار. كم من الكنايس انقسمت وفعلا مش موجود اليوم بسبب نقصان المحبة. صلي اليوم قل لي يا رب اشعل قلبي، انهض قلبي، الهب قلبي بمحبتك. تعرفوا كان سؤال الرب يسوع لبطرس على بحيرة طبرية بعد القيامة كلمة واحدة، أتحبني؟ إذا أنا بحب الرب أبقى ملتهب من أجل الرب، تكون الرؤية واضحة عندي، الهدف واضح، وبحب أمجد الرب وأتقدس في حياتي. فصليها اليوم، قل له يا رب إلهب قلبي بمحبتك، خليني أمتلئ من المحبة. وتعرفون محبة المسيح الفائقة المعرفة، في نمو في المحبة، في ازدياد في المحبة، هذه المحبة اللي بتخليني أتشبه برب المحبة، بل المحبة يسوع المسيح. الرب يباركك واعمل شير على هذا الفيديو. الرب يكون معك.